بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون، أيها المستمعون الأفاضل من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي بالشحانية، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومسرة. تتواصل التحديات والانطلاقات، شوط يليه شوط، أجدد بكم التحية والترحيب ضمن انطلاقة شوطنا العاشر لفئة القعدان. ومع تحديات سن الحقائق نذهب مباشرة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط، وأول من يفتتح النداء على الصدارة هملول بشعار محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. المركز الثاني، ثاني المراكز وثاني التحديات، الوصول والتقدم في هذه اللحظات يصلنا على المركز الثاني. أتابع القدوم والوصول من مصدع بشعار حمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي هو الواصل على المركز الثاني. النقل على المركز الثالث، أتابع القدوم والوصول من هداج على المركز الثالث أحمد بن محمد بن كراز المهيري. والمركز الرابع، رابع المنطقة ورابع التحديات، شاهين حمد بن سالم بن راشد الكاسبي من يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس، هذا مشعل على المركز الخامس بشعار سالم بن كاسب بن خليفة المسافري. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز الخمس المتقدمة والمراكز الخمس الأهم والأبرز في هذا الشوط يكتمل. ولكن نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، إلى هملول. يا سلام، هو المنطلق والمندفع على أول المراكز بشعار محفوظ بن خميس بن علي، يقدم لنا هملول وانطلاقة هملول على مستوى أول المراكز. المركز الثاني، هداج أحمد بن كراز، أحمد بن كراز المهيري هو المنطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث، أتابع التقدم الملحوظ من نجد بشعار عادل بن سالم الحميدي الجحافي من يصلنا على المركز الثالث. والمركز الرابع، رابع المنطلقين ورابع التحديات، الوصول من مضمون على المركز الرابع حمد بن مبارك بن صلهوم بن محمد القبيسي هو المنطلق على رابع المراكز. والمركز الخامس، أتابع الوصول، أتابع القدوم على المركز الخامس. يصلنا في هذه اللحظات على المركز الخامس، يصل ويتقدم موفق ناصر بن محمد بن سلطان مقران المنصوري. إذن مشاهدينا الكرام، نعود والعود إلى مقدمة الشوط، إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى هملول على المركز الأول. هو المسيطر، هو المندفع على أول المراكز بشعار محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. يا سلام، يسيطر تمام السيطرة ومحكم القبض على صدارة الشوط. منذ الانطلاق يقدم لنا هملول وانطلاقة هملول على أول المراكز. المركز الثاني، الوصول والقدوم على المركز الثاني، يصلنا ويتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. أتابع الوصول والتقدم من الجانب الآخر، من وصل وتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني، اللي وصل على المركز الثاني نجد. يا سلام، نجد المتواجد في مركز الوصافة بشعار عادل بن سالم الحميدي الجحافي هو القادم على المركز الثالث. أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات، وصل وتقدم في هذه اللحظات، يصلنا على المركز الثالث. أتابع القدوم والوصول من شعار سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي مع الحزم، هو المنطلق
المنطلق والمندفع ومن غير وانتقل إلى الصدارة وإلى المركز الأول مع الحزم وانطلاقة الحزم. يا سلام، الله 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 الله. المركز الثاني هملول والقادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. أتابع القدوم، أتابع الأسماء والشعارات القادمة، ولكن خلونا مع الحزم. يا سلام، الحزم على الصدارة، الحزم على المقدمة، على المركز الأول. يا سلام، بشعار سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي. يا سلام، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، 200 متر أخيرة، ومن هذه اللحظات أزف التهاني والتبريكات لمالك الحزم سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، هو الحائز على المركز الأول. والسلام يا الحزم، سلام. هاي لحظة وصول الحزم إلى خط النهاية معلنا للفوز والناموس. المركز الثاني، وصلنا على المركز الثاني في هذه اللحظات. مشعل، من وصل على المركز الثاني؟ سالم بن كاسب بن خليفة المسافري. والمركز الثالث، وصل على المركز الثالث هملول محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. والمركز الرابع، وصل معسف على المركز الرابع بشار محمد بن سهيل بن عويضان العامري. والمركز الخامس نجد، من وصل على المركز الخامس بشار عادل بن سالم بن حميدي الجحاف. إذا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الحزم من حصل على المركز الأول بشعار سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله بن ضاحي العميمي، هو الحائز على المركز الأول. ومن تزع ناموسي هذا الشعار، إذن مشاهدينا الكرام، ها هي لحظة وصول الحزم إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 6 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية. والمركز الثاني، وصل على المركز الثاني مشعل بشعار سالم بن كاسب بن خليفة المسافري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث، من وصلنا على المركز الثالث، وصل هملول على المركز الثالث بشعار محفوظ بن خميس بن علي الغيلاني. من وصل على المركز الثالث والتوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية جزء واحد من الثانية. إذن مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الحزم سيف بن عتيق.